هاد فعلا كاينه هاد القضيه، لان ماشي معقول ان الرواد اللي مؤسسين ديال المهنه الفن في المغرب يعني انهم يتهمشوا وما تعطاهمش حقهم في الادوار اللي خصهم يكونوا فيها. احنا ماشي ضد الشباب، احنا مع الشباب طبعا، لان حتى احنا كنا واحد الوقت شباب ولقينا وكنا كيدعمونا الرواد، فكنا دائما يدنا في يديهم باش نوصلوا هذه المهنه لواحد المستوى اللي كيشرف بلادنا. لا شويه كاين اعمال كنحظى بها، وكاين اعمال اللي ما كتكتبش او كتكون حوايج اخرى. ميرسي ا فو.